سين انترناسيونال. مواصلين معكم في لوماك. توصلنا لسين انترناسيونال وبشتزنا البلجيكا. في سين انترناسيونال الليلة أسامة باش نمشيو ديريكسيون بلجيكا وين باش نحكيو على فولتاج فيستيفال. اسمه على جسمه إل بروبوز برشا أنواع متاع موزيكا وحسب لي بروميس متاع لي زورغانيزاتور تستنى فيكم برشا فوضى. فولتاج فيستيفال يتعمل مرة بركة في العام في الصيف وجينيرالمون آخر شهر أوت في ليديسيون متاع 2024 باش يبدلوا البلاصة وباش يبدلوا ستيل آخر كومبليتمون. كي نقولوا لاين أب نقولوا لي زارتيست اللي يبداو حاضرين غاديكا باش نسميو كيما تيستو دي جي سبيريت نور جابر يان كوك وبرشا فنانين اخرين. ليفينمون يتعدى على نهارين ديكوراسيون بركه اللي تبدا حاضره من قبل انطوري بالغابه مشيرات الكل وهذاك لو كوتي سوفاج نتاع ديكوراسيون واللي هي الباك جراوند نتاعها. تحضيرات الكل يبداو في نهارتها الصباح والليفينمون يبدا في الليل. لو كوتي نوكتورن نتاع الفستيفال يخلي الناس الكل اللي حاضره غاديكا باش تسمع الموسيقى اللي تحب عليها. فما زاد العباد اللي يجيو غاديكا بور سيليبري لامور نتاعهم. والبارتيكولاريتي نتاع الفستيفال هذايا هي السين دو دانس وين ينجموا يسيروا دي باتل نتاع شتيح بين الجروبات اللي حاضرين غادي. سوم التيكي تتبدل حسب البلاصه وحسب الوقت والبيريود اللي باش تحضر فيها. نهار الاول 60 اورو نحكيو على 200 دينار، نهار الثاني 65 اورو 220 دينار، والنهارين مع بعضهم 105 اورو 355 بالدينار التونسي. وهكا نكونوا كملنا الجوله نتاعنا نتاع سين انترناسيونال نتاع الليله. سين انترناسيونال. لهنا السؤال المطروح، علاش وين يزيد نهار وين تعلى سوم التيكي؟ سنة يثور لي حسب من ذكر ما خدمتش فيه ليفينمون وفيت لي على خاطر فما علاش على خاطر ريت مثلا نهار الاول ديما جينيرالمون العباد تجي مثلا تاخذ باك نتاع نهار، معناتها في الباك نتاع نهار جوست عنده كان حق البي اكاهو. في النهار الثاني زاد كيف تتبدل شويه على خاطر تولي بروغراماسيون اخرى يولي فما ديزاكتيفيتي اخرين. دونك معناتها ليفينمون كيما نقولوا يخرج القوه نتاعو تخرج في النهار الثاني. ما بعضهم علاش التيكي اغلى خاطر يولي باك كومبلي. كي نقولوا باك كومبلي دونك عندك لي بي نتاع نهارين باش تنجم تحضر على لي زارتيست الكل. عندك الريستوراسيون ولي ستاند نتاع الماكله باش يكونوا لهنا الماكله تولي ما عادش بالفلوس تولي بلاش. دونك ريت كيما نقولوا لي زافونتاج اللي معناتها تلقاهم في التيكي نتاع الغاليه ينجم اكثر فوالا. معناتها مش خاطر اغلى جوست على باش تحضر نهارين مع بعضهم ولا حاجه، لا، مي اغلى على خاطر فما دي زافونتاج اخرين. باغ اكزومبل كيما قلت لك الماكله ولا باش تشرب حاجه بلاش فلوس. دونك افولونتي هذه الحاجه الباهيه. الحاجه الثانيه اللي كان باش تاخذ دي زاكسيسوار ولا مراول ولا حاجه تبعين الفستيفال هذايا مانيش نقولوا تاخذهم بلاش، مي او موان تاخذهم كيما نقولوا اقل 20 30% من العاده. جينيرالمون العباد نتاع النهار الاول جوست يحبوا يجيو يبدلوا شويه جو كوم سي سهريه عادي، معناتها خرج اليوم هكا وبدل جو وروح على روحه احضر على النهار وكل شيء. النهار الثاني تتبدل علاش؟ على خاطر لي زارتيست شويه اكثر فما الافونتاج اقل. باغ اكزومبل نجم حتى في السوم نتاع الماكله وكل شيء ينقص السوم مش بلاش ابا ينقص. وبيان سور كي العبد ياخذ الباك كامل اللي هو فيه نهارين كومبلي باش يحضر عليه من الاول للاخر، دونك كل شيء عنده متوفر، عنده الاسباس نتاع الديتونت نتاعو، الاسباس نتاع الكومبينغ نتاعو، الماكله متوفره اجوجو، الماكله قلت الماكله الحوايج ولي زاكسيسوار ينجم ياخذهم كما قلت انت بسوم رمزي. دونك هذيك الحاجه اللي ممكن تخلي البي اغلى شويه من هذا. والحاجه الثانيه اللي بلاد كيف معناتها كيما بلجيكا يظل معناتها اكزومبلير في معناتها في ليزيفينمون، وكان ديما نقرا ولا نشوف ولا نحكيه شويه على بلجيكا نحسها اللي هي بلاد ريفيرونس في الحاجات هذوما. وفات علاش؟ خاطر فيها تومورولاند. تومورولاند راهو نحكيو هنا من اكبر لي فيستيفال في العالم. دونك ريت حتى لي فيستيفال الاخرين كان باش يعمل لك حاجه كيما تومورولاند راهو اون فادير مش باش ينجح جمله، خاطر العباد يقول لك معناتها لوش انا جاي الفستيفال هذا الوغ كو تومورولاند يكون معناتها في المده الجايه ولا حتى في المده اللي قبل، ولا يقول لك انا كنت في تومورولاند ما زلت نحب نمشي فيستيفال واحد اخر. هذاك علاش تلقى دي فيستيفال اخرين موجودين واللي معناتها يبداو بستيل ديفيرون. بار كونتر في الكا هذا نتاع فولتاج فيستيفال لا ديفيرونس نتاعو هو في الكوتي سوفاج نتاعو، جاي في وسط غابه في وسط الجر كيما نقولوا معناتها الغابه دايره بيك معناتها 360
دوغري بون فورسيمون فما بيست باش العباد تمشي والعباد تجي وكل شيء فما اسي معناتها بارير اللي باش العباد ما تضيعش معناتها لكن الكادر هو في ما الكادر هو في الغابه في الناتور معناتها وان بلوس فما زاد الحاجه الزايده اللي فيه فما بيست نتاع دونس وين العباد زاد يديو فما دي جروب نتاع دونس اللي يديو حاضرين غادي كتصير دي باتل بيناتهم تبدا العباد تتفرج ودي باتل نتاع دونس وهذاك ان اسباس معناتها اللي الاكتيفيتي اللي تخلي معناتها فما جو اخر معناتها فما برشا موزيكا وسورتو كي تلعب معناتها كي تفتح على غنيه مش كيما تفتح على ارتيست قاعد يغني لك في الاغنيه دونك فما تيم فما فرق فما فرق فما تيم اخر وفما معناتها مود اخر وهذيك الكل معناتها سافي بارتي من فيستيفال هذا دونك الحاجه هذيا اللي تخليه فيستيفال كيما تومورولاند مي او ميم طون بستيل ديفيرون على لي فيستيفال الاخرين وكانه زاد حتى المهرجانات ولا ليزيفالمون هذوما اللي تحكيوا نتحكي عليهم عليه بلوتو في العالم وكانوا خرجوا من الكادر نتاع مسرح صالة مع طابات تقعد في الكادر هذاك وكانوا خرجوا مثلا معناتها في الايامات اللي فات تحكينا على ليزيفينمون ينجم يكونوا على البحر كيما ينجم يكونوا في غابه كيما تحكي توا كيما ينجم يكونوا بار اكزومبل في شاتو كل 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 شامبر وكل ساله فيهم ايفينمون دونك الكادر تبدل وكانه وفات انا نتصور مش حكايه كادر مي حكايه سيبلاج حكيت انت والببليك ولا الاودينس اللي عندك كان السيبل نتاعك معناتها تحب تعمل حاجه وباش تعمل السيبل وتكون السيبل نتاعك اللي يحبوا المسرح فورسيمون باش تعمل حاجه في مسرح دونك انت والسيبل اللي عندك انت والليتود دو مارشي اللي عاملها وبيان سور انا هنا نحكي معناتها سديبون انت زاده والعبيد اللي تحب تجيبهم كان تحب معناتها توا ريت اكثريه ناخذ وتيما تتقال هي الكلمه ديما يقول لك لي جون شوف معناتها لي جون شنو يحبوا معناتها ستيل نتاع البلايص اللي يحبوا يمشيو لهم معناتها لا ديكوفيرت ليكسبلوراسيون وكل شيء دونك مثلا كي تهز عابد تقول له مثلا تاخذ عابد مثلا ان جون ادولت معناتها صغير كان تقول له مسرح ولا تهزه لبلاصه اخرى باش تقول له فيستيفال ومعناتها اون بلانير غرمل ولا حاجه باش يكون معناتها مايل للفيستيفال نتاع اون بلانير وعلى البحر وكل شيء اكثر من المسرح بار كونتر كي تبدا مثلا باش تعمل اكزومبل كما هذيك حكينا زاد على فيستيفال دو جاز فيستيفال دو جاز باش تكون فما سين باش تكون فما معناتها اودينس كريسي عباد قاعده فما غاديك السيبل نتاعك تم اخر معناتها اخر وسيب الاخر واتود دو مارشي اخرى حتى السوم البي يتبدل فهمت كوم سي معناتها مش حكايه جام مي حكايه مونتاليتي كل واحد ولا الراحه نتاعو هو فما عباد يحب يسمع موسيقى جاز يحب يبدا يقعد مرتاح قاعد هو مثلا مع صاحبه ولا مع سا بارتنير ولا مع البارتنير نتاعو ولا اي حاجه هذيك ينجم تكون السيب نتاعو فيستيفال دو جاز عبد يحب برشا فوضى يحب برشا موسيقى يحب يعمل جو هو وصحابه يلم الناس الكل وكل شيء يختار فيستيفال اخر اللي معناتها باش يبدا يشتح فيه يتحرك فيه يتحرك كيما يحب هو يمشي ياخذ ماكلته ويجي يقعد معناتها مشاكل في بلاصه معينه يجي حتى يرجع على طاولته ويقعد ياكل ولا السورسين يقعد ياكل ويشرب هذيك لكن صعيبه لهنا الخدمه على السيبل بيان سور صعيبه صعيبه ما تشد الوقت تشد الوقت خاطر لازم فما كل فما ريشيرش مي صعيبه ديما المره الاولى لهنا نحكي على فولتاج فيستيفال معناتها فولتاج فيستيفال بار اكزومبل ماهيش ليديسيون الاولى نتاعو تعداو عليه بليزيور زيديسيون دونك بلوز التجربه تعدات دونك بلوز مو هو يعرف السيبل نتاعو والعباد يعرفوا الفيستيفال نتاعهم دونك انت مثلا تبدا قاعد وانت تحب معناتها مغروم بيه الفيستيفال هذاك كي هبط لك انونس يقول لك تيان راه فما البيتري توا راه باش نعملوا فيستيفال نتاعنا يحضر لك البروجرام شوف اللاين اب كل شيء ديريكت تمشي تشري البي نتاعك خاطر السيبل نتاعو هو حاضره يعرفوه شنو ينجم يقدم وكان هما ساتيسفي بالبرودوي ولا بالسيرفيس اللي قاعد يعطي فيه الفيستيفال هذايا بيان سور باش يكونوا حاضرين يكون اصعب على السيب الوقت اللي يكون فما توريست معناتها باش يجيوك مش اصعب ما لهنا وين معناتها كيما نقولوا الكاليتي والدوش اللي معناتها لازمك تحصل العباد علاش مثلا كي يبدا انت عندك فيستيفال يرفع لك مثلا اكزومبل 50,000 عبد مي كي باش تولي فيها لي توريست وكل شيء ينجموا يجيوك 100,000 عبد دونك كيفاش تنجم تحصر بلوز موا هي بالبيتري بالبيي البيي تحط نمبر معين في سيت مثلا انت عندك 50,000 تحط 50,000 بيي هكاك امبوسيبل يجيوك 100,000 وحتى كان جاوك حتى 50,000 واحد تولي تقول له عندك بي ليه ما سمحني ما نجموش فهمت امور تنظيميه هذيك ما فيهاش تنظيميه وحاجه بالحق لا فيها معناتها لا نعرف هذاك لا نعرف هذاك خاطر معناتها عنده هو ان فيستيفال اللي يرفع 50,000 يعرف روحه باش يعطي سيرفيس لل 50,000 كاليتي تكون موجوده سيرفيس كيما برودوي يكون موجود كان باش يزيد يكثر ينجم معناتها يظلم عباد اخرين ما فماش الماخذه بالخاطر فوالا تخي بيان يعطيك صحه عليه رجعنا معكم شويه اخر بعد الفصل ناخذ